مشاهدينا الكرام، أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث. كما تعودتم في هذا البرنامج أن نتحدث عن ما هو جديد في السياسة وفي أيضا الميدان. دعوني في البداية أرحب ضيفي من العاصمة اللبنانية بيروت عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ صخر أبو فخر، مسؤول ملحق فلسطين في صحيفة السفير. تحياتي أستاذ صخر. يا هلا فيك، يا أهلين أستاذ صخر. كالعادة نبدأ بجولة سريعة لأبرز ما تداولت الصحف لهذا اليوم، ثم نعود وإياك لنتداول ونناقش يعني أبرز ما تحدثت فيه. لنتابع. نبدأ هذه الجولة من الصحف المحلية ومن القدس. نقرأ: الجيش الإسرائيلي يقر إطلاق النار على مطلقي الألعاب النارية. ونقلت عن المحامي جواد بولوس الأسير أيمن الشراونة فقد 50 كيلو من وزنه. إلى صحيفة الحياة الجديدة التي عنونت: وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافز المستبد العادل. ونتنياهو يربط بوادر حسن النية بالعودة للمفاوضات. من صحيفة الأيام نقرأ مصادر عبرية تقول: الرئيس محمود عباس قدم لكيري تصورا لإحياء عملية السلام. وفي عنوان آخر: الحكومة تقرر رصد $1 مليون شهريا لدعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات السورية. ننتقل إلى الصحف العربية، نستهلها من الدستور الأردنية: إسرائيل تقول حرب سوريا تتخطى الحدود. أما صحيفة الغد فكتبت: فضائح رشاوي الانتخابات الإسرائيلية تتوالى. من الخليج الإماراتية نقرأ: واشنطن تقول مساعدة المعارضة السورية ينبغي أن تدعم القوى المعتدلة. ومع النهار اللبنانية عدد اللاجئين السوريين وصل إلى عتبة 1 مليون. نكمل من صحيفة الأهرام: مسؤول بالأمم المتحدة نلمس جدية الحكومة المصرية لاستعادة الأموال المنهوبة. إلى أهم الصحف العربية الصادرة في لندن نبدأها بالشرق الأوسط: طلاب جامعة بيرزيت يهاجمون القنصل البريطاني العام ويطردونه. ومن صحيفة القدس العربي: الأسرى الفلسطينيون يدعون إلى جمعة غضب دعما للمعتقلين بالسجون الإسرائيلية. نصل إلى الصحف الإسرائيلية، ومن صحيفة هارتس نقرأ: المستشار القضائي يفحص قانونية حجز وزارة الخارجية لليبرمان إلى أن تنتهي محكمته. إلى صحيفة معرف: مصادر في الليكود تبين تشكيل الائتلاف خلال الأيام والأسبوع القادم سيتم الإعلان رسميا عن الحكومة. إلى صحيفة يدعوت أحرانوت: صفقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحويل 700 بندقية للأجهزة الأمنية الفلسطينية مقابل الهدوء وعدم التوجه للأمم المتحدة. ونختم هذه الجولة بأهم الصحف الأجنبية، ومع واشنطن بوست: تشافز رحل وترك فنزويلا في حالة استقطاب حاد. إلى صحيفة نيويورك تايمز: غياب الوساطة الأمريكية سيؤدي لفشل أي عملية سلام بالمنطقة. وأخيرا من الجارديان البريطانية نقرأ: الأمم المتحدة تلغي ماراثون غزة بعد رفض حماس مشاركة النساء. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ونبدأ وإياكم حلقة النقاش مع الأستاذ صخر أبو فخر. أستاذ صخر، دعنا في البداية نتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في مخيمات لبنان، الفارين من سوريا طبعا. نسأل عن أحوالهم وأوضاعهم في البداية والظروف التي يتواجدون فيها في وقت أقرت الحكومة الفلسطينية تقديم $1 مليون شهريا لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. يعني ماذا يقول الإنسان؟ أمر ربما يكون مبللا بالدموع لو تحدثنا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الآتين من سوريا. في بدايات نزوح بعض اللاجئين من سوريا كانوا يقولون يعني ما هذه العيشة، يقولون اللاجئين في لبنان كيف يتعيشون في هذه الأحوال، هم اعتادوا على أوضاع أفضل ولا سيما القاتلين في مخيم اليرموك. الآن الوضع يتفاقم جدا في سوريا، كما نعلم أن معظم سكان المخيمات باتوا خارج المخيمات الآن، هنا وهناك في داخل دمشق، في الحدائق العامة، في المساجد. أما في لبنان فالعدد غير محصى تقريبا، ربما يمكن أن نقول هناك ما لا يقل عن 20,000 فلسطيني لاجئ من سوريا إلى مخيمات لبنان. الوضع يزداد سوءا، ولا سيما أن من الصعب أن يعني تستضيف عائلة لاجئة في أحد المخيمات عائلتين أو أكثر من اللاجئين في سوريا. كما نعرف الأوضاع المعيشية في لبنان صعبة، الأوضاع السكنية، الأوضاع البيئية في المخيمات لا تسر أحدا. الآن هناك $1 مليون لدعم هؤلاء النازحين إلى لبنان، مبلغ ضئيل جدا إذا اعتبرنا أن هناك 20
ألف نازح، فيكون معدل المساعدة التي ربما تصل إلى هؤلاء قليلة جدا في بلد يشهد تصاعد كبير في أسعار الحياة اليومية وأسعار المواد الغذائية. أظن أن 20,000 نازح يحتاجون إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار شهريا، طبعا مبلغ كبير على السلطة الفلسطينية. يحتاج الأمر إلى التضافر جهود الحكومة اللبنانية والأونروا والسلطة الفلسطينية لتأمين مبالغ لدعم هذا النزوح. حقيقة شيء يدمي القلب، البعض يعيش في غرفة واحدة، عائلات بأكملها تعيش في غرفة واحدة في مخيمات مقفلة إلى حد كبير. طيب أستاذ صخر، نسأل عن الحراك الفلسطيني في آخر مراحل أو في آخر فترة. سمعنا عن وفد فلسطيني رفيع المستوى طبعا من أعضاء اللجنة المركزية مثل زكريا الآغا، توجه برئاسته إلى سوريا لتجنيب محاولة الحوار مع أطراف الصراع، لتجنيب الفلسطينيين الدخول في دوامة الصراع الدائر في سوريا. هذا من جانب، إلى أي مدى يمكن أن يقي الفلسطينيين المتواجدين ما زالوا في مخيمات اللجوء في سوريا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل تعتقد بأن ظلال الأزمة السورية التي تحتل المراتب الأولى في الأجندات الدولية سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها يمكن أن تلقي بظلال أيضا على القضية الفلسطينية برمتها، ونحن على أبواب زيارة أوباما إلى المنطقة؟ نعم، الوفد الفلسطيني الذي جاء إلى دمشق التقيت بأحد أعضائه هنا في بيروت حينما وصل الوفد إلى بيروت. بالتحديد التقيت مع الوزير الدكتور أحمد مجدلاني، تحدثنا بالتفصيل عما جرى معهم في دمشق. تقديري أو استنتاجي الشخصي عما علمته أن ليس بالإمكان بعد الآن تجنيب الفلسطينيين الانجراف في الأزمة السورية. التحييد الفلسطينيين عن الأزمة السورية كان عين الحكمة وعين المنطق، لكن في بدايات الأزمة. الآن صار من الصعب تحييد المخيمات الفلسطينية، ولا سيما أن جميع الأطراف تتبارى في جذب الفلسطينيين إليها. منذ يومين جرى إعدام 2 من الفلسطينيين في دمشق بسبب رفضهم التعاون مع بعض قوى المعارضة السورية. هذا أمر خطير جدا وبشع جدا. علمت من الدكتور أحمد مجدلاني أن بعض الأطراف قدمت نيات حسنة، أن أوكي لن نطلب من الفلسطينيين شيئا، لكن يرجى من الفلسطينيين ألا يتعاونوا مع أخصامنا. لكن لو أخذنا المعارضة بمن اللجنة التي شكلت في دمشق الآن التي شكلها الوفد الفلسطيني للاتصال بالمعارضة، أي معارضة؟ هناك أطراف متعددة، جبهة النصرة، لواء التوحيد، لواء لا أعرف ماذا. يعني من الصعب الآن انتزاع موقف شامل من النظام السوري ومن المعارضة بتحييد المخيمات الفلسطينية، ولا سيما أن الفلسطينيين في دمشق أو في سوريا هم كالسوريين. هناك من هم مع النظام وهم من هم ضد النظام، وهناك من هم على الحياد. ومع الأسف أن معظم المعارك الآن تجري في دمشق على سبيل المثال في محيط مخيم اليرموك أو مخيم جرمانة. يحتاج الأمر إلى جهد كبير جدا بالفعل لتحييد المخيمات. فرقة أحمد جبريل، وهذا الجهد لم نلحظه حتى الآن، يحتاج إلى جهد أبعد من لجنة، أكثر من لجنة. يحتاج الأمر إلى الضغط على قوى المعارضة وعلى النظام السوري أيضا بالفعل لتحييد الفلسطينيين. هذا الأمر يتطلب جهد عربي وربما دولي بالإضافة إلى النظام السوري. يعني ما نحن نقول دائما أستاذ صخر، أو على الأقل في هذه المعضلة المعقدة حتى الآن، بأنه المجتمع الدولي عجز عن حماية أهل سوريا الأصليين، فما بالك باللاجئين فيها. ولكن المسألة الأساسية الآن، نتحدث عن فرقة أحمد جبريل التي يعني بدأ واضحا في البداية انخراطها مع النظام السوري. هل الأمور تطورت على هذا الصعيد بأن اختلفت مواقف أحمد جبريل وفرقته، أم أنه الأمور ما زالت على ما هي عليه وقد تندر بتصاعد إن ما يعني فعلا ما هو يعني القضية السورية لا نرى يعني أبعاد حلها قريبة؟
لا، ليس من الواضح أن المشكلة السورية ستحل في فترة قريبة. ربما هذه الحروب التي تندادع بهذه الشكل قد تطور إلى حروب أهلية شاملة تستمر سنوات طويلة. يعني نحن في لبنان بدأنا بحرب السنتين 75 و76، لكن فيما بعد تطورت الأحداث إلى حرب 15 سنة استمرت. نحن لا نستطيع أن نرى منذ الآن متى تنتهي المشكلة السورية. في أي حال، الموضوع ليس يعني محصورا بأحمد جبريل وجبهة الشعبية القيادة العامة. كما قلت أن الفلسطينيين في سوريا مثل السوريين منقسمون أيضا. أيضا هناك من قاتل ضد النظام السوري، يعني هناك مجموعات كانت تنتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك، وبينها بعض المجموعات الإسلامية الاتجاه، قامت بالقتال منذ البداية إلى جانب قوى المعارضة المسلحة. كانت الحكمة كما نقول تحييد المجتمع الفلسطيني عن الحرب وانصراف الفلسطينيين إلى نجدة إخوانهم السوريين. طيب. نجدة اجتماعية وصحية وإسكانية إلى آخره. هذا هو الواجب الوطني. أما الانخراط في القتال إلى جانب النظام أو إلى جانب المعارضة فهذا خارج حدود الحكمة. لكن ليس أحمد جبريل هو المشكلة أيضا، هناك من يقاتل في صفوف الأخرى. هذا أمر جرى الفلسطينيين شئنا أم أبينا الآن إلى كي يقعوا في دوامة الصراع السوري. دعني أعود إلى الشق الثاني من السؤال السابق، إنه طيب كيف ستلقي ظلال الأزمة السورية على القضية الفلسطينية عشية زيارة أوباما إلى المنطقة؟ نعرف بأنه عندما كانت تحرك الولايات المتحدة، أتحدث ليس بسوء نوايا ولا بحسن نوايا بقدر ما هو قراءة في التجربة، عندما كانت تحرك القضية الفلسطينية في إطار استئناف عملية سلام أو مبادرات أمريكية، كانت في اليد الأخرى تتحرك عسكريا أو تتحرك بشكل أقوى وفعلي على الأرض ملموس، سواء في العراق أو في أفغانستان أو غيرها. هل تعتقد بأن الملف السوري سيكون الحراك الفعلي للولايات المتحدة، خصوصا وأن بدأنا نلمس بوادر تغيير في المواقف تجاه دعم المعارضة عسكريا، المعارضة السورية في سوريا؟ نعم، أظن أن أوباما في جولته العربية والتي سيلتقي أيضا في هذا الشهر كما أعتقد مع الرئيس الروسي بوتين، هناك سلة من الموضوعات المترابطة، لكن على ما أعتقد أن الموضوع السوري هو على رأس نقاط المباحثات. الموضوع الفلسطيني ليس من الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في هذه الفترة، لكن بما أنه آت إلى المشرق العربي وسيزور بعض البلدان العربية وأيضا تركيا، فتكون طبعا القضية الفلسطينية على جدول الأعمال. بحدود ما هو يعني ينشر في هذه الفترة أن أوباما يرغب في أن تشكل الحكومة الإسرائيلية قبيل وصوله إلى فلسطين وإلى إسرائيل، وأيضا يريد أن يعلن نتنياهو حسن نيات. لكن ما هي حسن النيات هذه؟ أنا أظن أن الأمريكيين يضغطون، يعني بمعنى إصدار بيان يقلص من التوسع في الاستيطان في هذه الفترة أو تجميد الاستيطان لفترة قصيرة، وفي هذه الأثناء يجري البحث في عودة المفاوضات. نعم، المباشرة. ولكن للتوضيح، أثناء لقائه مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام أندرياس رينكي والقنصل الفرنسي العام والقنصل الإيطالي العام وممثلة ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية اليوم كلا على حدة، قال الدكتور صائب عريقات بأن ما سمي أو ما يسمى في الإعلام الإسرائيلي بوادر حسن نية هي التزامات كان على إسرائيل تنفيذها منذ أوسلو وخارطة الطريق وغيرها، سواء مسألة نقل السيادة على مناطق سي بحسب أوسلو إلى السلطة الفلسطينية واعتبارها ألف، هذا كان منصوصا عليه، أو مسألة رفع الحواجز أو الإفراج عن الأسرى سواء الألف أسير اللي بتفاهم كانت بين الرئيس أبو مازن وبين إيهود أولمرت، هذا كان تفاهم سابق، أو حتى الإفراج عن الأسرى ما قبل أوسلو، المعتقلين في السجون الإسرائيلية ما قبل أوسلو هو التزام على إسرائيل وليست بوادر حسن نية، هذا ما قاله الدكتور. وطبعا فتح المؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، أيضا وقف الاستيطان وما يشمل القدس الشرقية، هذا ما قاله الدكتور صائب عريقات.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى تداولت الصحف أستاذ صخر عن توفير 700 بندقية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني أيضا في إطار بادرة حسن النوايا. الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري قال بأنه نفى طبعا صحة هذه الأنباء، وقال بأنه هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، مضيفا أنه في تاريخ السلطة الوطنية لم تقدم الحكومات الإسرائيلية طلقة واحدة أو قطعة سلاح واحدة للسلطة، كما قامت إسرائيل بحجز أسلحة ومعدات وآليات مقدمة من دول صديقة لفلسطين، آخرها 50 ناقلة جند موجودة الآن في الأردن منذ 5 سنوات، وترفض إسرائيل إدخالها، كما رفضت إسرائيل إدخال أسلحة مقدمة من مصر. وأضاف ضميري أن إسرائيل تريد من هذه الأخبار إحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني أو تقديم هدايا بالهوى لأوباما أثناء زيارته للمنطقة. أنت كيف تقرأ هذه الأنباء، سواء تصريح دكتور صائب عريقات وما تتحدث فيه الصحف الإسرائيلية عن بوادر حسن النية، أو عن خبر 700 بندقية من الجانب الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية ونفي عدنان ضميري هذا الكلام؟ بالطبع يعني ما تحدث به الدكتور صائب عريقات وكلام سليم 100%، لكن نحن لا نناقش الموضوع من جانب قانوني محض. من الجانب القانوني الدولة الفلسطينية كان يجب أن تقوم في تاريخ أقصاه سنة 2000، ونحن في سنة 2013. ليس الأمر قانوني أو مجرد ما هو منصوص عليه في الأوراق، هو موضوع سياسي وموضوع صراع حقيقي، صراع على الأرض وصراع إرادات وصراع وجود في فلسطين. ما قاله الدكتور صائب صحيح 100%، لكن أنا أظن أن هذا الكلام يعني قيل لممثلي الدول الأوروبية بالدرجة الأولى، ولا يلزم إسرائيل على الإطلاق. الأمر يحتاج بالفعل إلى نضال طويل لإرغام إسرائيل على الإقرار بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقات المتعددة. طبعا موضوع الأسلحة يعني خبر متهافت، ما كنا لنصدقه حتى لو لم ينفه الأخ ناطق رسمي باسم الشرطة الفلسطينية الأخ الضميري. طبعا يعني شيء مضحك أن تكون السلطة الفلسطينية وهي ليست هكذا أن تقبل ب700 بندقية مقابل يعني، ويعتبر ذلك حسن نيات. المقصود بحسن النيات هو إجراء سياسي، ليس هدية بنادق ولا سيارات عسكرية كما ذكرتي ترفض إسرائيل إدخالها منذ عدة سنوات من الأردن. إجراء سياسي هذا هو المطلوب. هل أن نتنياهو بعد تشكيل حكومته قادر على إصدار مثل هذا الموقف السياسي، تجميد الاستيطان على سبيل المثال، أو العودة إلى التفاوض من النقطة التي انتهت إليها مع إيهود أولمرت على سبيل المثال؟ أنا حتى الآن أشك. ربما يقدم نتنياهو، وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن حق الفلسطينيين في دولة قابلة للعيش ومترابطة المناطق، هذا ما يقوله نتنياهو، هذا أمر يبدو كأنه جديدا. لكن إذا عدنا إلى الخرائط لنترجم هذا الكلام إلى خرائط، نجد أن إسرائيل مصرة على ضم جميع كتل المستعمرات الكبرى ولا سيما في محيط القدس إلى دولة إسرائيل، وعلى على الفلسطينيين. صحيح، هذا ما قاله أهود براك وزير الجيش أستاذ صخر. ولكن هناك من يقول من الكتاب في الصحف الإسرائيلية، منها صحيفة هارتس، أورني باتروشكا رئيس مشترك لحركة مستقبل أزرق أبيض لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قال يعني بتعرفوا بعد كل في فترات الاستعصاء السياسي تخرج بعض الآراء، مثل ما خرج مشروع الحل الإقليمي مثلا في فترة ما، أو مشاريع الانسحاب أحد الجانب في مرحلة أخرى، أو أطروحة مفاز في مراحل معينة. هذا الكاتب يقول، أو هذا الناشط إن صح التعبير، يقول بدلا من التجميد يطرح تصوره لنتنياهو، من الأفضل أن تعلن إسرائيل أن ليس لها مطالب سيادة خلف الجدار الأمني، أي جدار الفصل العنصري، وتقر قانون إخلاء وتعويض واستيعاب للمستوطنين. هذا يعني قضم يعني آلاف آلاف أو مئات الآلاف من الدنومات الخاصة بحدود عام 67، لأنه الجدار كما نعرف هو أخطبوط سارق للأراضي الفلسطينية. معنى هذا الكلام ومعنى كلام أيضا أهود براك الذي قال بأنه إن نصل لحل الدولتين بسلاسة وبحل أو مؤقت سلس، فلنقم بخطوات أحادية
الجانب بانسحاب من طرف واحد وضم الكتل الاستيطانية كما تفضلت وقلت. إلى أي مدى هذه الطروحات ستلقى آذانا صاغية من الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي في ظل الموقف الفلسطيني الثابت من شروط التسوية؟ يعني بالتفصيل يمكن أن نسمع ونقرأ الكثير من الآراء لدى الإسرائيليين، سواء آراء لها قوة بمعنى ارتباطها بالمؤسسة الحاكمة الإسرائيلية ولا سيما المؤسسة العسكرية والأمنية، أو مجرد آراء نقرأها هنا وهناك في الصحافة الإسرائيلية. لكن في خلاصة الأمر إنه الاستراتيجية العامة للدولة الإسرائيلية في عهد نتنياهو وهو لا زال في عهده أو لا زلنا في عهده هو التالي: عدم التوصل مع السلطة الفلسطينية إلى أي اتفاق نهائي أو التوصل إلى اتفاق مؤقت لا ينص على تقرير مستقبل القدس، لا ينص على عودة أي لاجئ فلسطيني، لا اتفاقية على الحدود على الإطلاق، لا اتفاقية على السيادة وعلى المعابر والهواء والأرض. إذا أمكنت إسرائيل أن تتوصل إلى مثل هذه الاتفاقية وهي تطرح الدولة المؤقتة على سبيل المثال، فأظن أن نتنياهو مستعد أن يسير بهذه الخطوات. لكن المسألة كالرقص يحتاج إلى طرفين، الطرف الفلسطيني لا يمكنه أن يقبل دولة مؤقتة والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. لذلك أنا أرى لا مجال للتسوية في هذه المرحلة على الإطلاق الآن، ومجال للصراع بمختلف أشكاله: الشعبية والمقاومة المدنية، المقاومة الشعبية، المقاومة المسلحة ربما في يوم من الأيام إذا نضجت الظروف. أنا لا أجد أي بوادر لتسوية في هذه المرحلة، حتى لو ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل فسيكون الضغط جزئي، وقد تعلمنا كيف تتملص إسرائيل من الضغوط الأمريكية. هناك الكثير من الضغوط الأمريكية التي انصبت على إسرائيل وتملصت منها ونجحت أخيرا في أن تعيد الموقف الأمريكي لمصلحة إسرائيل. هو لأنه المسألة في الآخر ضمن يعني ثقافتنا التي تشكلت في الصراع مع إسرائيل بأنه حتى لو وقعت إسرائيل على أي تسوية فليس بذلك معنى من ضرورة أنه ستلتزم فيها كما حدث في أوسلو وخطط الطريق وغيرها. طيب، في موضوع أيضا مهم أستاذ صخر، الحالة في قطاع غزة وحكم حماس هناك أثار إلغاء الأونروا لماراثون غزة الثالث بسبب منع مشاركة النساء فيه بقبل حركة حماس، أثار سخط وجدل الشارع الفلسطيني. وأيضا عقب ذلك أو سبق ذلك بعض التصريحات لقادة من حركة حماس في الضفة الغربية، يعني تحت عباءة الدين وتحت عباءة الشرعي والغير شرعي تجاه الرياضة الفلسطينية، كما لمسنا من الدكتور عزيز دويك مثلا مؤخرا. هذه المواقف التي يعني تعيدنا وتعيد كما قالت إحدى المشاركات على الفيسبوك بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء كما تريدها حركة حماس. كيف تقرأ هذا الموقف من قبل حركة حماس على المستوى الاجتماعي للجمهور الفلسطيني من ناحية، والمستوى السياسي أيضا فيما تعلنه من ضرورة المقاومة المسلحة أو ممارسة القيم للمقاومة المسلحة في الضفة الغربية في وقت هي تحافظ وتبقي على التهدئة مع إسرائيل رغم خرق الأخيرة لها؟ يعني طرحت ثلاث موضوعات مع بعض ولا يهمك. أولا لا أستغرب على الإطلاق، يعني منع الماراثون أو عرقلة الماراثون حتى إلغائه لمشاركة الفتيات هذا أمر طبيعي تعودناه، منع الأعراس، منع الحفلات الغنائية يعني في قطاع غزة، فرض البراقع أو الحجاب أحيانا على في جامعة الأقصى على طالبات أو على فتيات الجامعات إلى آخره. ما يجري في غزة ليس شيئا جديدا، من 2007 ونحن نلاحظ كيف فرض أيضا الحجاب على المحاميات اللواتي سيترافعن أمام المحاكم. ما يجري في غزة هو كاريكاتير لما نراه الآن أيضا في القاهرة، بدهم يحجبوا التماثيل يعني أو بدهم يهدموها أحيانا، جماعات المطاوعة كما يقال أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدأت تظهر في شوارع القاهرة وفي تونس أيضا. كل هذه الأمور التي نشهدها في القاهرة أو في ليبيا أو في تونس
سنرى يعني ما يشبهها في قطاع غزة، وشهدنا ذلك كثيرا. صحيح. يعني بل فلذلك سبقت لا استغرب القاهرة شيئا وتونس. نعم بالضبط بالضبط. لكن أظن أن الأخت التي قالت أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء صحيح، لأن في غزة في النهاية مجتمع مدني ومجتمع أهلي قوي يرفض هذه الممارسات، وشهدنا في احتفال انطلاقة حركة فتح هذه السنة المهرجان الكبير الذي قدر الأعداد بمليون، وحتى لو كان نصف مليون هذا أمر يعتبر عائق أمام انفراد حركة حماس بفرض سطوتها وسيطرتها على قطاع غزة، وهذا عائق كبير ومقاوم ضد فرض الأيديولوجيا الإسلامية على الناس الذين يريدون أن هم مسلمون في النهاية، لكن كل واحد يريد أن يعيش بالطريقة التي يرتئيها. وعلى المستوى السياسي أظن أنها لن نعم وعلى المستوى السياسي، لأنه دركني الوقت. على المستوى السياسي يعني مع الأسف الشديد حماس يعني مثل إخوان المسلمين تتحدث مش بلسانين بل بعدة ألسن، هي مع التهدئة في غزة، أما العمل العسكري من الضفة هو المقصود يعني إحراج السلطة الوطنية، وليس المقصود قتال إسرائيل. لو كان لو أرادت أن تقاتل إسرائيل لقاتلوها من قطاع غزة. أيضا نحن نعرف أن هناك الآن مفاوضات، وسبقت العدوان الأخير على غزة بين إسرائيل وحركة حماس في مصر، وأنا علمت أن هناك مفاوضات بالواسطة المصرية، لكن قيل لي لا، لماذا في الواسطة وفي نفس الفندق بل في نفس الطابق؟ ربما تكون المفاوضات مباشرة أيضا. يعني من يريد أن يكرس التهدئة والسيطرة في غزة عندما يطرح القتال في الضفة الغربية فهناك نيات أخرى تكون، وليس ضمن منهج سياسي عسكري لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. شكرا لك جزيل الشكر أستاذ صخر أبو فخر، مسؤول ملحق فلسطين في صحيفة السفير، حدثتنا من لبنان، شكري الجزيل لك. أهلا وسهلا، أهلا فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث، حتى ألقاكم يوم غد تحياتي وتحيات طاقم العمل، تفضلوا إلى الزاوية الكاريكاتيرية التي نختارها دائما لكم من الصحف المحلية والعربية. دمتم بخير وإلى اللقاء.